انا الحكم الدولي صابرين العبادي، اول حكم نخبه اسيوي بالاردن. اوكي يلا شباب بسرعه بسرعه. حكم مساعد صار لي 12 سنه بالتحكيم. اخذت الشعار الدولي ب 2018، صرت حكم نخبه اسيوي ب 2018 الى الان. شاركت كثير بنهائيات، بتصفيات، ببطولات غرب اسيا، كنت اول من ضمن اول طاقم حكام بحكم دوري محترفين سيدات والرجال، برضه من اول طاقم بحكم ببطوله غرب اسيا تحت 23 رجال لقيمه بالسعوديه. انا درست تمريض وبشتغل تمريض، بس بالنسبه لي برضه التحكيم هو شغل هوايه وموهبه. فعليا انا اشتغلت بالتمريض بمستشفى البشير بالطوارئ بخمس سنين، بعدين انتقلت للطب الرياضي، فيعني حاليا بشتغل بالطب الرياضي، فيعني شغلي له علاقه كبيره بالتحكيم. والدي الله يرحمه، والدتي، اخواني، واحنا بالبيت على الاغلب انه الكل رياضيين، فاحنا اصلا اربع حكام بالبيت. اخواني جديد دخلوا على التحكيم، هم اصلا لاعبين العاب قوى، لساتهم صغار يعني من مستجدين، وانا واسلام حكام دوليات، لي اختي الثانيه حكم دولي مساعد، دخلنا مع بعض ب 2018 التحكيم، كنا انه حكمات دوليات ب 2018 ونفس الشيء نخبه، حكمنا كثير بطولات مهمه مع بعض. هلا التحكيم كثير بيشتغل على الشخصيه والتصرف والاتيتيود تبع الحكم نفسه. الحكم بارضيه الملعب فعليا هو قاضي، هو كيف بتعطي قرار خلال اجزاء من الثانيه، كيف انه بهمك انك تكون عادل، ما عندك اي ميول لاي فريق، بتعطي قرارك وانت متاكد منه بغض النظر عن مين الفريق، مين اللي بيلعب، سيدات ذكور، بالنسبه لنا هذا قانون. حكمت بأول بطولة إلي كانت كآسيوي، بطولة الأسياد، كانت بإندونيسيا ب 2018، بنفس السنة حكمت تصفيات تحت 20 وتحت 17، بعدين رحت على نهائي تحت 19، بعدين انتقلت لبطولات غرب آسيا، وكانت بالنسبة لي أهم بطولة بغرب آسيا اللي هي بطولة تحت 23 رجال، حكمناها، كنت أول حكمة مساعد بتحكم بغرب آسيا في السعودية. بالنسبة إلي حلمي إنه يعني أنا حكمت نهائيات، ضايل عندي نهائي كأس آسيا، حلم أي حكم يحكم بكأس العالم، فهذا حلمي الأكيد، وإن شاء الله إن شاء الله إني قادرة إنه أحققه.